مارر إنه واخد من هذا الخدمان الشيخ قالش إضراب احتجاج العباد مارر شينتن كورشها تاوي ناس 700 درهم 1000 درهم الشركة ديال السيد القباش السيد القباش صافت هنا شي المسؤولين هنا في الإدارة كان كيرعيو البهايم محمد هي في قرعة السراغنا ما نعرف فين جاو يخدموا في الإدارة ما نوبري كيصيفطوا له 3000 درهم الشيفور كيربح 7000 درهم وحنايا هاد المسؤولين ديالك يا القباش ما بغينا حتى شي واحد يبقى هنا اجي انت تحل معنا المشكل مرحبا الا ما جيتيش حنا ما نمشوش منا ابدا الحريره راه كطيب العمال هنايا كلشي الحمد لله كلشي حابس الكاميونات البيطون اداره نتواياج كلشي حابس ما يخدموش حتى يجيبوا الحق ديالنا اشوف المساكين اصاحبي كاع عندهم ولادهم هما الشيفه كيتبرعوا في كات كاطات هكا المانوبري الصباط مشرقي اه كان شي حق هو هذاك الشيف ابراهيم كيعرف لنا معروف على السعيد الوطن شوف شوف الكاميونات شوف انا ما عندي حتى سبرديله داوني 1000 درهم صافتوني 3000 درهم داوني 1000 درهم انا خدام غير بوانتور دي كاميون غير بوانتور دي كاميون داوني 1000 درهم واصلنا له حاجه فين اه واش وانت من غير وانت راه حددت لك التاريخ سوار هاي لقش جهه خشي من الناس خشي من الناس زواد ياس السيد القباش هذا يحل المشكل إيك العمال مارا يحل المشكل مع العمال بحال ريافة بحال الناس ديال الداخل حنا يا كوع كاع المغاربة اسمع حنا عاود كاين واحد القانون عندنا واحد شي دراوش هنا من الحبابة بغاو يخدموا في الميناء غرب المتوسط ما كيخدموش الدراري ديال الحومة ما كيخدموهوش يدخلوا على برا يدخلوا بعد كل شهر يدخلوا واحد 100 من الحومة غير 100 في الشهر ما جا البركة غير 100 غير 100 غير 50 حنا غادي نتعاونوا على الزمان والدراري هما السيد القباش بغاو 5000 درهم فيكس المانوبري بغا 5000 درهم فيكس الشيفور ديال الكاميونات بغاو 20 درهم للساعة بوكلان بغا 20 درهم للساعة هادوك الصدور صحاب الحديد الصدور بغا 17 درهم الله يحسن عاونا راه كيسودي ديما حارك تما ميناء غرب المتوسط المانوبري ديال البيتون هادوك اللي خدامين مع ابراهيمي معليش القيدورة غير 16 درهم للساعة ويخلصونا 12 ديال السوايع. 10 درهم بارك الله فيكم. مرحبا السيد القباش اجي عندنا ونحلوا هذا المشكل. راه عندك هذا الكلاب حنا ما تفاهموش معاهم. انا ما تفاهمش معاهم. شوف 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 ما تفاهم هادو ما قاريين شاء القباش. هادوك اللي شفتي هنايا هادوك اللي قاري. اجي حل المشكل الى راك في الرباط ولا في كازا ولا في الميريكا.